بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرتنا الثانية في الشابتر 5 الخاص بالديزاين بتاع الشورت سبان رينفورسد كونكريت بريدجز. في المحاضرة دي هنتكلم على الهيدروليك كالكوليشنز او الهيدروليك ديزاين بتاع البريدج. لما نيجي نتكلم على الهيدروليك ديزاين بتاع البريدجز الاول لازم نبص الكوبري دوت كمنشأ عمل ايه في المجرى المائي. فدلوقتي احنا عندنا بلان وعندنا سكشن اليفيشن في البريدج. فدلوقتي المجرى المائي بتاعي كان القطاع بتاعه ترابيزويدال بالمنظر دوت، وكانت السرعه بتاعته هي السرعه بتاعه الفي بتاعه الشانل او الفي ووتر واي اللي موجوده قدامك ديت. وبعدين جينا احنا بنينا الكوبري بتاعنا. الكوبري بتاعنا زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت بيتكون من الجزء الاحمر دي الاباطمنت، ودي هي الوينج وول، ودي وينج وول الناحيه الثانيه، وبرده الناحيه الثانيه او الميرور بتاعها حوالين السنتر لاين هتلاقي برضو دي هي الاباطمنت، وعندي وينج وول وينج وول ثانيه. والمسافه من الاباطمنت للاباطمنت دي لو كانت كبيره بنضطر نحط سبورت في النص او اكتر. السبورت دي بنسميها البير. فبالتالي الفلو او الديسشارج اللي كانت ماشيه كانت ماشيه في قطاع شبه منحرف، هو قطاع الترعه او قطاع المجرى المائي بمعنى اصح، وبعدين بدات تدخل وعايزه تعدي في القطاع اللي تحت الكوبري. هتلاحظ ان القطاع اللي تحت الكوبري الكروس سكشن اريا بتاعته اقل من الكروس سكشن اريا بتاعه التشانل اللي ماشي فيها الميه، وبناء عليه السرعه في المنطقه دي هتزيد. يبقى انا عندي في زياده في السرعه تحت الكوبري. الزياده في السرعه دي ممكن تعمل مشاكل كتير، او معنى اصح لازم يكون في ليميتيشن على السرعه تحت الكوبري. الزياده في السرعه دي ممكن تعمل لي سكور، ممكن تعمل لي نحر في المنطقه اللي موجوده تحت الكوبري ديت نتيجه لتغير القطاع من قطاع شبه منحرف الى القطاع ريكتانجلر، او يعني كذا القطاع اللي هو تحت الكوبري ده قد يكون ريكتانجلر واحد او كذا ريكتانجلر يعني. فبالتالي بيحصل فيه سيبريشن زونز كده، مناطق بيحصل فيها دوامات اب ستريم وداون ستريم البير، وفي المناطق اللي هي قدام الوينج وولز ديت في سيبريشن زونز بتحصل في الحتت ديت. الدوامات دي ممكن تعمل نحر. في نقطة كمان، نتيجة لأن أنت قللت الكروس سكشن اريا كده بيحصل ما يسمى بهيدنج اب، فمناسيب المية في الاب ستريم بتاعة الكوبري بتبقى أعلى من الداون ستريم. يعني ده الدبس اب ستريم وده الدبس داون ستريم. الفرق بين الدبس اب ستريم والدبس داون ستريم هي الهيدنج اب دي. فدول النقط اللي احنا المفروض ناخد بقى. يبقى الفلو بتوين البريدج سبورتس ديت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الفلو دوت زي ما بنكلمنا في السلايد اللي فاتت، وقلنا الكروس سكشن اريا بتاعه الكوبري بتكون اقل، او كروس سكشن اريا اللي بتعدي فيها المايه تحت الكوبري اقل من كروس سكشن اريا قبل الكوبري. فبالتالي بيحصل ان الووتر ليفل في الاب ستريم بتاع الكوبري دوت بيزيد عن الووتر ليفل في الداون ستريم باماونت. الاماونت ده بنسميه الهيدنج اب اللي هو اتش اب او اتش يو. ده الهيدنج اب اللي هو الارتفاع، الفرق ما بين منسوب المايه في الاب ستريم ومنسوب المايه في الداون ستريم. ولازم يكون في هيدروليك ليميتيشن للهيدنج اب دوت، بحيث ان ما ينفعش ان انا اعمل كروس سكشن اريا اللي بتعدي فيها المايه تحت الكوبري ضيقه جدا، فيحصل ان الهيدنج اب ده يعلى جدا ويبدا ياثر لي، او ان المايه تبدا تعلى في الاب ستريم لدرجه انها توصل البيرم، او انها تخلي لي الفري بورد قليل جدا. فبالتالي اكيد هيبقى فيه ليميتيشن على الهيدنج اب. يبقى دي اول نقطه. اول نقطه ان هيحصل ارتفاع في مناسيب المايه في الاب ستريم عن الداون ستريم نتيجه ان احنا قللنا الكروس سكشن اريا اللي بتعدي فيها المايه. وهو ده الهيدنج اب اللي هو الفرق ما بين الدبس اب ستريم والدبس داون ستريم. طيب النقطه الثانيه، النتيجه ان انت قللت الكروس سكشن اريا اللي بتعدي فيها المايه بيحصل ان السرعه بتزيد تحت الكوبري. فلو احنا قلنا ان الزون بتاع البريدج هي المنطقه من اول هنا لغايه هنا، والميه ماشيه في التشانل دي بالسرعه اللي اسمها بي سي، فاللي بيحصل ان المنطقه اللي تحت الكوبري دي السرعه فيها بتزيد، فلازم يكون في ليميتيشن على السرعه تحت الكوبري. السرعه تحت الكوبري بنسميها في فنت، اللي هي السرعه اللي في الفتحه اللي معديه فيها الميه تحت الكوبري. فاكيد هيبقى في ماكسيموم فاليو ما ينفعش نعديها، عشان ده هيؤدي الى حدوث مشاكل متمثلة في النحر اللي هيحصل في المجرى المائي ده. فأنا هحط ليميتيشن. أول حاجة لازم يكون في ليميتيشن على الهيدنج أب زي ما اتكلمنا في السلايد اللي فاتت، وهيكون في ليميتيشن على
السرعه تحت الكوبري. طبعا بعد ما هعدي الكوبري السرعه تبدا تقل لغايه ما توصل للنورمال كانال فيلوسيتي. فده شكل الفيلوسيتي بروفايل along التشانل بتاعتي، بيحصل زياده تحت الكوبري وبعدين ترجع نوصل للسرعه اللي كانت ماشيه بيها الميه في التشانل العادي. تالت حاجه عايزين ناخد بالنا منها ان نتيجه لزياده السرعه زي ما قلنا، بالاضافه بقى الى الجيومتري بتاعه البير والاباطمنت والماتيريال بتاعه الكنال نفسها او البيد والباوندرز بتاعه الكنال حسب نوع التربه، يعني ممكن يحصل سكاور نتيجه لزياده السرعه. فده برضو لازم ناخده معانا في الاعتبار واحنا بنعمل هيدروليك ديزاين للكوبري. طيب في كمان، في زي ما قلنا ان بيحصل في زونز بيحصل فيها سيباريشن، اللي هي السيباريشن زونز اللي هي المناطق اللي موضحه هنا اللي هي قدام البير وفي الامام وفي الخلف، الاب ستريم والداون ستريم بتاعه البير، وفي الاب ستريم والداون ستريم بتاعه الاوبننج بتاعه البريدج اللي هي المنطقه اللي بين وانت داخل على البريدج، المنطقه الموضحه ديت اللي هي عند الوينج وولز، المناطق اللي بيحصل فيها قد يكون فيها يحصل فيها دوامات، وان المايه بتبقى ستاجننت بس بيحصل فيها دوامات، المايه دي ما بتتجددش بس في دوامات، المايه دي بتلف، فطبعا دي ممكن تعمل لي برضه سكور. يبقى دي الحاجات اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها، منلي الهيدنج اب اللي بيحصل نتيجه لان انا انشات الكوبري اللي هو الكروس سكشن اريا اللي معديه فيها المايه تحت الكوبري اقل من الكروس سكشن اريا بتاعه المايه اللي كانت ماشيه في التشانل، يبقى في هيدنج اب، في زياده في السرعه نتيجه ان اريا قلت، ده هيستتبعه انه بيحصل سكور ولازم اخلي بالي من السكور اللي هيحصل تحت الكوبري، والزونز اللي بيحصل فيها سيبريشن وبرضه دي ممكن تعمل سكور. ف الصوره دي برضه بتوضح ايه، او الفيجر ده بيوضح ايه، بيوضح لك برضه، انا حاطط لك الفيلوسيتي ديستريبيوشن بروفايل او على طول الترعه مع البلان عشان تبقى انت برضه شايف ان المنطقه اللي بيحصل فيها زياده في السرعه دي اللي هي المنطقه اللي معديه فيها المايه اللي تحت الكوبري بالظبط. قبلها السرعه بتبقى في كانل وبعدين بترجع تزيد لغايه ما توصل عند بدايه الكوبري وبعدين ترجع بعد كده تقل تاني لغايه ما توصل للفي كانل، فدي هي المنطقه اللي بيحصل فيها زياده في السرعه. انا طبعا حاطط لك الفيجر دي تحت بعض عشان تبدا تفهم بس الزونز اللي بيحصل فيها زياده في السرعه بالظبط. الحقيقه انا كان نفسي احط البلان والسكشن اليفيشن والفيلوسيتي بروفايل في نفس السلايد بس لقيت ان الدنيا مش تبقى واضحه فحطيتها لك على اكتر من سلايد. طيب تعال بقى نشوف هنصمم الكوبري ده من وجهه النظر الهيدروليكيه ازاي. اول خطوه هي حساب الهيدنج اب. في معادله امبيريكال بتحسب الهيدنج اب، المعادله دي بتقول ان الهيدنج اب بيساوي في سي سكويرد على 2 جي مضروب في 1 على سي سكويرد مضروب في كابيتال اي على سمول اي، الكل سكويرد ناقص 1. نبدا نفهم كده ترم ترم من الترمات اللي موجوده في المعادله دي ايه هي. اتش يو ده الهيدنج اب اللي هو ده الارتفاع في مناسيب الميه اب ستريم الكوبري عن الداون ستريم بتاع الكوبري عشان طبعا تتغلب على اللوسز اللي بتحصل في المنطقه ديت، فلازم يحصل ان الهيدنج يحصل مناسيب الميه تعلى في الاب ستريم عن الداون ستريم. طيب في سي دي المين تشانل فيلوسيتي، دي السرعه اللي في التشانل. الاي دي النت فلو اريا ثرو ذا بريدج، دي الاريا اللي معديه فيها الميه تحت الكوبري. تعال نبص على الرسمه اللي تحت دي كده، انا عندي هنا في اباطمنت وفي بير هنا وعندي في اباطمنت هنا، فالميه معديه في المستطيلين الصغيرين دول. اس دي هي السبان بتاعت الكوبري ودي هو الدبث بتاع الميه في التشانل، فبالتالي لو انا عندي كوبري ده وان فنت فتحة واحدة هيبقى لسبان في الدبس. طيب افرض ان الكوبري ده فتحتين كل فتحة ليها سبان اس ودبس المية فيها دي، يبقى هيبقى فتحتين ان اللي هما ان ده النمبر اوف فنتس مضروب في عرض الفتحة في عمق الفتحة، يبقى اي هي ان في اس في دي، ان نمبر اوف فنتس، اس لسبان بتاعت الكوبري باعتبار ان الكباري اللي على الترعة في الغالب بتكون لسبانات بتاعتها كلها ايكوال، وده اللي احنا هنطلبه او يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب افرض ان في اكتر من سبان، السبان اللي في النص اكبر من التو سبانز التانيين، فساعتها الاريا دي هتبقى مجموع الاريات بتاعت السبانز كلها لو كان عندي كذا اس.
نرجع تاني نقول ان الاريا هتبقى ان في اس في دي، ان دي النمبر اوف فنتس، اس السبان، ودي هو الدبث بتاع الميه في التشانل. كابيتال اي دي الفلو اريا ان ذا تشانل اب ستريم ذا بريدج، يبقى دي الكروس سكشن اريا بتاعت التشانل نفسها قبل ما ادخل على البريدج. سي ذا امبيريكال كوفيشنت، ده بيعتمد على السبان. السي ده قيمته 0.72 لو كانت السبان اقل من 2 متر، واحنا حاليا ما بنعملش كباري السبان بتاعتها اقل من 2 متر، يمكن ده كان بيتعمل زمان لما كانت بتعمل الكباري دي من الطوب او من الحجر، لكن دلوقتي الكباري كلها بتتعمل من الخرسانه، فيمكن الاس اقل من 2 متر دي انت مش هتشوفها في ايامنا الحاليه. السي بتساوي 0.82 في حاله السبان من 2 ل 4 متر، السي بتساوي 0.92 لو كانت السبان اكبر من 4 متر، يبقى ده الكوفيشنت اللي اسمه سي. بقى كده احنا عرفنا نحسب الهيدنج اب. طيب الهيدنج اب ده طبعا هيبقى ليه قيمه الاول، قيمه الاول ديت انا هذكرها لك في المساله او في السؤال، يعني في الشيت هتلاقي الفاليو بتاعت الهيدنج اب دي جيفن، يا اما هطلب منك ان انا ادي لك كوبري واقول لك احسب لي الهيدنج اب اللي هيحصل نتيجه للكونستراكشن بتاع الكوبري ده. في الطبيعي الهيدنج اب ده احنا بنتكلم في ماكسيمم مثلا 15 20 سنتي. طيب نروح بقى للالاول فينت فيلوسيتي، الفينت فيلوسيتي دي اللي هي السرعه اللي بتتحرك بيها الميه تحت الكوبري. الالاول فينت فيلوسيتي ديت هي لا تزيد عن ضعف السرعه اللي ماشيه بيها الميه في الشانل، يبقى في فينت لازم تكون اقل من او تساوي 2 في شانل. والقناه ديت او الشانل اللي ماشي فيها الميه ديت لو كانت هي ايرث كانال، ايرث يعني القطاع بتاعها ترابي، ساعتها انا هبقى خايف من ان السرعه تزيد، على ان زياده السرعه هيعمل سكور، فبالتالي بنحط ليميتيشن برضو ان الفي فينت في نفس الوقت لا تزيد عن 1 متر في الثانيه. يعني مثلا لو السرعه في التشانل بتاعتي 0.6 متر بير سكند، يبقى الفي فينت لازم تكون اقل من 2 في 0.6 1.2، وفي نفس الوقت تبقى اقل من 1 متر في الثانيه، يبقى المفروض ان السرعه ما تزيدش عن 1 متر في الثانيه. طب في حاله اللايند كانت اللي هي لو القناه بتاعتي متبطنه خرسانه، ساعتها اقدر اسمح بسرعه قد تصل الى 2 متر في الثانيه، يعني ممكن تكون السرعه دي في الرينج من 1.5 ل 2 متر في الثانيه. طيب في الديزاين بروبلم بتاعت حضرتك هيبقى عندك الديستشارج اللي ماشيه بيها الميه في الشانل ديت، ومطلوب منك انك تحدد عدد الفتحات اللي موجود والاسبان بتاعت الفتحه، فبالتالي اول خطوه هتعملها انك هتفرض السرعه تحت الكوبري، يبقى انت هتفرض الفي فنت. يبقى انا هفرض فاليو للفي فنت، الفي فنت دي هفرضها طبقا اللي اتقال فوق هنا اهو، افرض قيمه الفي فنت. طيب واطبق الكونتينيوتي، الكونتينيوتي بتقول كيو بتساوي اف في، يبقى الاريا تحت الكوبري اللي بتعدي فيها الميه هي الكيو بتاعت التشانل دي مقسومه على الفي فنت. الاريا دي هي ان في اس في دي، حيث دي هو الدبث بتاع الميه اللي في الترع اللي حضرتك عارفه او في القناه يعني. يبقى بقت ايه بتساوي ان في اس في دي، ودي دي عارفها، فانت كده عندك ان في اس بتساوي رقم، فيا اما تفرض الان وتجيب الاس، يا اما تفرض الاس وتجيب الان، وبعدين تروح تعمل تشيك على الهيدنج اب وتقارنه بالالاو والفاليو اللي هتبقى جيفن عندك في المساله، او زي ما بقول لك لو انت بتعمل ديزاين من الاول مش بنتكلم في مساله في امتحان، فانت الهيدنج اب دوت مفروض انه يعني بيكون في حدود من 10 ل 20 سم ماكسيمم، وده حسب برضو الدايمنشنز بتاعه التشانل اللي انت بتصمم الكوبري ده بحيث ان هو يعني يتنفذ عليها. هنتكلم على حاجه اسمها لوكال سكور. ايه اللوكال سكور ده؟ زي ما اتفقنا ان وقلنا ان المنطقه اللي تحت الكوبري بيحصل فيها زياده في السرعه، بالاضافه الى ان بيحصل سيبريشن زونز في الاب ستريم والداون ستريم بتاع الكوبري، زي بيبقى فيه زي دوامات كده، فبالتالي ده هيعمل سكور. الدبس بتاع السكور ده هنسميه دي اس. السكور ديبس ده هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على اول حاجه نوع السويل، سويل تايب والبروبرتيز بتاعتها. الكوبري ده متنفذ على تربه شكلها عامل ازاي؟ النقطه الثانيه سرعه الميه تحت الكوبري، يبقى الفيلوسيتي بتاعت الفلو. النقطه الثالثه هو
البير اللي موجود جوه الميه ده، البير ده العرض بتاع البير ده قد ايه، والجيومتري بتاعته عامله ازاي، والالاينمنت بتاع البير ده ويز ريسبكت تو فلو دايركشن. يعني هل البير ده في نفس الفلو دايركشن ولا مايل بزاويه؟ لو مايل بزاويه السيبريشن زونز هتزيد، فبالتالي السكور ديبس ده متوقع انه يبقى اكبر. وجد ان السكور ديبس ده بيتناسب طرديا مع عرض البير، يبقى الديبس بتاع السكور اللي هو دي اس بيتناسب مع الويدث بتاع البير اللي هو بي بير بفاكتور. الفاكتور ده قيمته الفا. الفا دي في الحاله بتاعت النون كوهيسيف سويل زي الساند، الالفا دي بتتراوح من 1 إلى 2. طبعا الجزء بتاع حساب السكور ديبس دوت موضوع كبير، وفي معادلات كتير حسب شكل البير وحسب الالاينمنت بتاع البير وحسب الدايمنشنز بتاع البير والكلام دوت، لكن احنا هنا بس بنحاول ندي لك فكره عن هذا الموضوع. طيب ايه البريكوشنز بقى اللي احنا هنعملها اجنست اللوكال سكور دوت؟ احنا بيحصل عندي لوكال سكور، او يعني هيحصل لوكال سكور نتيجه ان في سيبريشن زونز ونتيجه في لزياده السرعه بتاعه الكوبري. فاول بريكوشن محتاجين نعمله ان احنا نوطي منسوب الفاونديشن، يعني نخلي فيه ايرث كفر فوق الفاونديشن. الايرث كفر ده لا يقل عن نص متر، هو المفروض انه لا يقل عن الدبس بتاع السكور او السكور دبس اللي انت حسبته، وكمان تاخد فيه فاكتور اوف سيفتي. فهنقول هنا مبدئيا كده ان الفاونديشن لازم تكون اقل، يعني الليفل بتاع الفاونديشن اوطى من القاع بتاع التشانل بتاعتي على الاقل نص متر، ولكن اللي هيحدد العمق ده هو السكور دبس. ممكن نعمل بروتكشن، او في الغالب او دايما بنعمل بروتكشن. البروتكشن ده بيمتد اب ستريم وداون ستريم الكوبري دوت مسافه من 2 ل 3 عمق الميه في هذا المجرى المائي، يعني من 5 ل 10 متر اب ستريم وداون ستريم بنعمل بروتكشن. البروتكشن ده بنعمله عن طريق ان احنا ممكن المنطقه دي ندبشها او نحط فيها ريبراب، او ممكن نعمل لها لايننج. يبقى ده البروتكشن اللي احنا محتاجين نعمله عشان نتغلب على ما يسمى باللوكال سكور. هنوطي منسوب الاساسات، هنعمل بروتكشن اب ستريم وداون ستريم عن طريق ان احنا البروتكشن ده نعمله عن طريق البيتشنج التدبيش او الريبراب او اللايننج. بكده نكون خلصنا الهيدروليك كالكوليشنز او الهيدروليك ديزاين بتاع البريدج، وكده نكون انهينا المحاضرة الثانية في هذا الشكل.